السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ازيكم يا سنة ستة ابتدائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض 3 امتحانات مهمين جدا جدا ومش بيطلع منهم الامتحان. امتحانات يا مس، امتحانات الورك بوك. هتلاقي انت عندك في كتاب المدرسة في 3 امتحانات من ورا خالص، هم دول اللي احنا هنحلهم النهاردة. تمام، مهمين جدا جدا، بيجي منهم اسئله كتير، فعايزين نتك عليهم شويه وتفهم معايا واحده واحده، وانا هشرح لك بالراحه وهفهمك واحده واحده وتعمل ايه في كل حاجه. تمام، فتعالوا نبدا ونقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا على طول. طبعا هما كام امتحان؟ زي ما قلت لك هما 3 امتحانات بس. نبدا بقى مع بعض. اول حاجه عندك الليسن. طب الليسن ده يا مس كام سؤال؟ هيبقوا سؤالين. السؤال الاول انت بتسمع وبتختار اجابة من الاتنين، والسؤال التاني انت بتكمل الاجابة. تمام، برضو بتسمع وبتشوف الكلمة الناقصة وبتكملها. مش عايزة اي حاجة تفوتك في سؤال الليسن ده، لان هو مهم ودرجاته كتيرة وسهل في نفس الوقت. فتعالوا بقى نبدأ نقول بسم الله ونسمع الليسن مع بعض وتحل. طب انت الليسن ده هتحله ازاي؟ الليسن انا طالبه منك حاجه واحده بس، ان انت تقراه في الاول قبل ما تسمع مني. يعني انت هتجيب كتاب المدرسه معاك دلوقتي، تمام، واسمع مني الليسن وحل. سيبك من الحل اللي انا حلاه، انا مش حله التانيين. تمام، هنا هتعمل ايه؟ انا عندي رقم واحد، خلي بالك ان رقم واحد مش دي ودي، لا ده رقم واحد دي واللي قدامها، 2 دي واللي قدامها A وبي، وهنا A وبي، وهنا بقى رقم 4 A وبي فوق بعض. فهو ممكن يجيب لك الليسن قدام بعضيه او تحت بعضيه. خلي بالك من الحته دي عشان بتلخبط ناس كتير جدا وبتبهدلوا الدنيا في الليسن ده. الدنيا سهله جدا وما تقلقش، ما فيش حاجه صعبه، بس انت ركز، عايزه منك ان انت تركز. تعالوا نقرا بقى الليسن مع بعض. عندي نمبر 1 at school ولا at the bank، 2 take the bus ولا 2 take the plane، how many sisters do you have ولا how many brothers do you have، who invented the first ice cream churn ولا who invented the first telephone. طيب تعالوا نشوف مع بعض. انا هقرا الليسن وانت اسمع مني، هحاول اخبيه. يلا كده مع بعض. بيقول ايه؟ هو مش هنا، انا هقول لك وانت حل. where do you work at the bank number 2، why do you go to the airport to take the bus number 3، how many sisters do you have، I have 3 sisters، number 4، who invented the first ice cream churn، Nancy Johnson. تمام، انا كده خلصت الليسن. طبعا انا حلاه، اول واحده the bank والتاني واحده to take the bus ولا train. سواء نتاكد منها كده، بس اصحابكم هم اللي حلين الحل ده. to take the train صح، to take the plane مش train. وهنا how many brothers ولا sisters، قلنا how many sisters، طبعا دي غلط. تمام، هتبقى how many sisters. وهنا هو invented the first ice cream churn، هي صح. طب الليسن التانية مس هحله ازاي؟ بص معايا، انت هتقرا يعني تقراها لو عندك وقت، اقرا مره واتنين وتلاته. تمام، وبعد كده هيجي المس او المستر يقول، وتروح انت بايدك على الكلمه. از ذا ايجيبشن مش عارفين، يس ات از، راح ساله سؤال قال له ار يو اوبن، وي ار اوبن، كذا، ثانك يو فور يور هيلب، يو ار كذا. تمام، طيب اسمع مني برضو وتعالوا نحل مع بعض. is it the Egyptian museum؟ yes it is. when are you open؟ we are open daily. thank you for your help، you are welcome. تمام، طبعا هم هيقولوا لك مره واتنين. اول حاجه كده is that the Egyptian، هتبقى طبعا museum m u وبعدين s e وبعدين u m. تمام، قال له yes it is، قال له are you open، قال له we are open daily. طيب هيقول له امتى بقى؟ when are you open، متى تفتح؟ قال له احنا بنفتح كل يوم. قال له thank you for your help، هيقول له you are a welcome، ادي well وبعدين come. تمام، طيب نيجي للاختيارات. بيقول هنا ايه؟ are your hours، هتبقى طبعا what. number 2 we not open daily، طبعا we are. It's 3 not for adults، انا عندي 3، هتبقى pound ولا pounds؟ لا هتبقى pounds. تمام، طيب I will take not of apple pie، فطيرة التفاح هتبقى piece. تعال سهلها عليك اكتر، apple pie فيها بي، تاخد piece اللي فيها بي زيها. سهلة كده، سهلة جدا. it not delicious، it looks delicious. how not bottles of water، الله ده انا عندي off، يبقى how many على طول.
I'm ready. I'm ready ايه to order، يبقى انا جاهز لان انا اطلب. I'm going to not two glasses of orange juice، يبقى I'm going to have. تمام. طيب نطلع بقى الكلمة المختلفة، swim ولا eat ولا sky ولا play. طبعا كلهم افعال ما عدا sky، هنكتب احنا هنا يذهب go. طيب summer winter rain spring، ونحط fall. طبعا انا مختارة لك الحاجات. herself yourself he himself myself قصدي، هتبقى هي ونكتب مثلا himself. تمام. طيب بعد كده ironed boot washed chop، طبعا هتبقى chop لان كلهم ماضي، فاحنا نجيب فعل في الماضي. ممكن تاخد يلعب play وتحط لها اي دي، او ممكن تكتب went ذهب في الماضي، او took فعل منتظم او غير منتظم، الاثنين صح. بعد كده ميت بولز ولا ستيك ولا سلد ولا جوس، طبعا هتبقى عصير جوس لان كلهم حاجات بتتاكل. نحط احنا مثلا هنا فيش، اسهل حاجه بتتاكل. تمام. نشوف بقى السؤال اللي بعد كده بيقول ايه. لاست ويك اند، نهايه الاسبوع الماضي، علي went to the amusement park، راح مدينه الملاهي. تمام، او حديقه الملاهي. هي هاد اورنج جوس، هي went on a ride، هي saw a dolphin show، هي ate cookies، هي took some pictures، he was very happy، his family was with him to keep an eye on him، his father does his best to make him happy، his mother also wants him to be happy، he wants to be a doctor when he grows up. طيب هنا بقى بيكلمني على علي وكده، تعالوا نحل على طول. علي was، علي كان ايه؟ طبعا happy، كان سعيد. طب هي drank a nut juice، طب انا عندي orange juice يبقى اختار الايه؟ الاورنج. طيب هنا بقى where did علي go to the weekend، اين ذهب علي في نهاية عطلة الاسبوع؟ هقول last weekend علي went to the amusement park، ودي هتكون رقم 3. ممكن بدل علي اكتب هي. تمام، واخليها small عشان وسط الكلام. بعد كده what did علي see، ايه اللي علي شافه؟ هو مش هيديها لك سي، هيديها لك في الماضي saw، يبقى هي saw a dolphin show. تمام، دي هاخد تحتها خط واكتب عليها رقم 4. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف هنا الايميل، ان شاء الله هنزل لك فيديو او ممكن يكون نزل، مش عارفه ان هو اللي هينزل الاول يعني. هكتب لك طريقه كتابه الايميل بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه. تمام. هنا بيقول write an email to your friend هالة telling her about lunch you had at a restaurant. لو انت مركز على القناه شويه هتلاقي ان انا منزله لك عن الريستورانت المطعم، وهتبدا تكتب الكلمات اللي انا اديتها لك او الباراجراف اللي انا اديته لك. طب تو فروم سبجكت، هجيبهم ازاي؟ تدور لي على الات يهودي وتاخد الاسم اللي قبلها، انا عندي هاله ات سكول دوت كوم، وبعد كده سلوى ات سكول دوت كوم. طيب هكتبهم ازاي؟ هناخد من تحت ونحط هنا، هنا ده اول واحد هكتبه في اول، ده الاخير هكتبه اول واحد، وده هكتبه في الثاني. يبقى هنا هكتب هاله ات يا ات سكول دوت كوم، والايميل الثاني سلوى ات school دوت كوم. تمام. طيب بعد كده السبجكت دي هجيبها منين؟ من اللي بعد كلمة about. تمام. طيب هي the lunch you had at a restaurant، هتنزل كلها the lunch، بس عندي هنا you حولها i، طب لو لقيت your احولها my، وتكمل عادي had at a restaurant. تمام. بعد كده السطر الصغير ده بنكتب فيه دير، انا بعت الايميل لمين؟ لهاله، هقول لها دير هاله عزيزتي هاله، واخد كوما. وبعد كده نكتب الجمله الافتتاحيه. تمام، اللي هي هاو ار يو، طبعا هقول لك انا على التركات اللي في الايميل باذن الرحمن. هاو ار يو ان يور فاميلي، كيف حالك وحال عائلتك. نبدا بقى من اول هنا، ام سو هابي to write this email for you. تمام. عايز تقول I hope you are well، اتمنى ان انت تكون كويس. تمام. وبعد كده تكتب بقى الموضوع اللي انا قلت لك عليه، اللي انا منزله لك على القناه. هنا بقى هنقول سي، هنكتب في الاخر بقى على حسب ما يكفي معاك، سي يسون اراك لاحقا، وفي سطر صغير هنا هكتب عليه yours. تمام، واخد كومه واكتب اسمي انا اللي هو سلوى. ممكن يجيبه لك سطر واحد، وممكن يجيب لك سطرين تحت بعض. لو سطرين يبقى كل واحده في سطر، ولو سطر واحد اكتبهم هما الاثنين جنب بعض. تمام. طيب
تعالوا هنا بقى نعمل الترتيب ده. English us with study have fun and هنبدأ طبعا ب study. study ايه؟ English. خلي بالك دي بقى ليها شكلين، اقول study English and have fun with us، تمام؟ يعني ذاكر انجليزي واستمتع معانا، او ممكن اقول study English with us and have fun. الاثنين صح، هتكتب دي صح، هتكتب دي صح، مفيش اي مشكلة. التانية بقى بيقولك tomorrow the what's for homework، هنقول له what's the homework for tomorrow، تمام، ونحط علامة الاستفهام. بعد كده اخر حاجة البنكتويشن، امنية as mother watches tv before she sleeps، هتبقى طبعا امنية، هعمل الاو كبيرة، وفي الاخر هحط نقطة. what are you going what are you doing when you go to the zoo، هتبقى الوات دي، وفي الاخر علامة الاستفهام، لان ما عنديش اسم ولد ولا بنت ولا مكان ولا اي حاجة. تمام كده الامتحان الاول خلص، تعالوا نروح للامتحان التاني مع بعض. برضو هنقرأ الليسن كده وبعدين نقرأ من ورا وانت تسمع مني. number one a cherry pie ولا a fried fish، they are 10 pounds ولا they are 5 pounds، how many cups of coffee do you have ولا how many glasses of coffee do you have، رقم 4 what do you want to eat ولا what do you eat. طيب نجيب من ورا يا مس ونسمع ونشوف. اول حاجة كده بيقول ايه، what kinds of pies do you have؟ قال له a cherry pie، حل انت لوحدك. number 2 how much are they؟ they are 5 pounds. number 3 how many cups of coffee do you have؟ قال له I have 3 cups. number 4 what do you eat؟ قال له I eat pizza. طيب تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجة هتبقى a cherry pie سمعناها، they are 10 pounds ولا 5 pounds؟ طبعا قال له هنا 5 pounds. انا بشوف من ورا تاني عشان ايه ما سمعتش، انت طبعا سمعت مني فهتحل على طول. طب رقم 2 how many cups of coffee ولا how many glasses of coffee؟ طبعا هتبقى cups of coffee، تمام. طيب بعد كده رقم 4 what do you want to eat ولا what do you eat؟ قال له what do you eat على طول. الليسن الثاني good morning good morning not I speak to Mona please she is not right now what time she will be not I'm sorry I don't. طيب اسمع بقى مني تاني، هنا بيقول ايه good morning good morning may I speak to Mona please she is not in right now what time will she be back I'm sorry I don't know. طبعا في ناس فيكم هتحلها بسرعة حتى من غير ما تسمع الليسن، ليه؟ لان احنا خدناها في المحادثة فسهل علينا. هنا قالت له ايه may I speak to Mona please، قال لها she is not in right now what time she will be back. طيب I'm sorry I don't know، تمام. طيب بعد كده بقى قالت له هنا ايه do you iron your t-shirt twice، مرتين يبقى عدد المرات يبقى how often على طول. طيب you go to school by، بيقول we بقى نحن، الله ده انا عندي we، تبقى our service على طول. not I help you هتبقى am ولا are ولا have ولا may، هتبقى may I help you. بعد كده the car is not it costs a lot of money، بتكلف فلوس كتير جدا، يبقى هي expensive غالية. where not Bill go yesterday امبارح، ماضي بسيط يبقى did على طول. my sister doesn't not on make up، ما بتحطش make up، ايه الكلمة اللي تيجي مع make up هتبقى put، تمام. does your sister wear a wig، ده على حفظ الكلمات. she went to the groceries to buy، هي بتروح الجروسرز عشان اكيد تشتري groceries. بعد كده هنطلع الكلمة المختلفة ونستبدلها بكلمة مناسبة. عندي went ذهبة chopped قطع iron يكوي وبوت اشترى، يبقى كلهم ماضي ما عدا iron، واحط انا مثلا blade لعبة، او ممكن اقول took اخذ، واحدة منتظم واحدة غير منتظم عشان ايه نبقى زبطنا الدنيا. لو كتبت واحدة بس عادي ما فيش مشكلة. طيب هي شي وي yourself طبعا سهلة جدا جدا، هتبقى yourself، وممكن اكتب انا اي او نحن وي او يو او ذي او اي حاجة تاني. between و under و in و blue طبعا هتبقى blue، ممكن احط حرف الجر on
أو at أو next to across from in front of beside behind كل ده صح. eat swim fly oranges طبعا هتبقى oranges لأن كلهم أفعال يبقى احنا نحط مثلا go يذهب سهلة جدا. lemon apple pie peach الله ده انا عندي كلهم فاكهة ما عدا مين اللي لا الباي الفطيرة تمام. نحط احنا مثلا ايه تشيري الكرز تمام حطوا اي حاجة تاني مفيش اي مشكلة تمام. طيب تعالوا نشوف القطعة تعالوا نقرأ مع بعض ونترجم. over 30 million people visit New York every year. It's a beautiful city. There are thousands of restaurants. There are also many shops. You can see many nice buildings there. Tours there are found everywhere. I was there 3 years ago. I saw many tall buildings there. I made many friends there. The people there are very welcoming. تمام؟ طب نحل. There are many نقط buildings in New York. تعالوا نشوف كده قال ايه. There are many نقط buildings. many ايه بقى؟ nice buildings. فين nice؟ اهي. طيب you can buy there from. انت هتشتري buy فين؟ buy they can buy many things. فين هي كانت قدامنا؟ حبش الزوغة دي يا ولاد. طيب I can buy many buildings. طبعا هو باي مش موجودة لكن قايل لك من الايه من الشوبس المحلات يبقى انا مش هشتري غير من المحلات تمام. طيب بعد كده why do people go to New York ليه الناس بتروح نيويورك. بص كده معايا هنقول طبعا انا عندي كلمة why لازم ترد عليها بكلمة because تمام. طيب هنقول because ايه it's a beautiful city مدينة جميلة فيها بقى خد كل ده ممكن كل ده تكتبه تمام مفيش اي مشكلة دي هنكتبها في رقم 3. عايز تقول سبب واحد برضو صح. what did the writer make when he was there الكاتب عمل ايه لما كان هناك. تعال نشوف كده قال ايه I made many friends there ودي هتكون رقم 4 بس بدل الاي خليها هي تمام يبقى he made many friends there. بعد كده عايزك تكتب عن الايجيبشن ميوزيوم المتحف المصري وده باراجراف يعني هتكتب كله ورا بعضيه زي ما انا نزلته لك على القناه. طيب تعالوا بقى على الترتيب لاندري وزيم سيلفس وكان وزي ودو وباي هنقول زي هم مالهم بقى كان دو لاندري على طول ما عنديش زي لاندري باي وبعدين زيم سيلفس تمام. هنا يو واني ودو بايز وهاف وتشيري قال له دو يو هاف اني تشيري بايز. بعد كده البنكتويشن علي بلايد تشيز بات منى كودنت بلاي ادي علي تمام ومنى معموله خلي بالك في كودنت هنا هتبقى ابوستروفي وفي الاخر فول ستوب. كان اي هيلب يو كاري ذيس باج هتبقى كان وما فيش اي حاجة تاني غير علامة الاستفهام. نروح بقى مع بعض الاخر امتحان معانا وهو سامبل تيست 3 الامتحان التالت. اول حاجة كده بيقول it's cold ولا it's hot he is fine ولا he is tall do you think it will rain ولا do you think it's cloudy how often do you go swimming ولا how often do you read a newspaper. تعالوا نشوف مع بعض بيقول له ايه How is the weather today? قال له it's hot. طبعا انت هتحل على طول هو لا هنا ولا هنا عشان ما تركز ده انا بقول لك من حتة من تحت خالص. What's wrong with him? He is ill. Do you think it will rain? Maybe it's getting cloudy. How often do you go swimming? I usually go swimming. تمام؟ طيب اول واحدة هتكون it's hot والتانية لما قال he is ill وقال له بقى do you think it will rain? تمام وبعد كده قال له how often do you go swimming تمام. طب الليسن الثاني good morning اميره good morning اسماء how is your not now قال she is not do you think that she has the not yeah you not right. نسمع مع بعض good morning اميره good morning اسماء how is your sister now she is ill do you think that she has the flu
you are right. طيب عرفنا كده حلها. اول حاجة كده هتبقى your sister، قالت لها كيف حال اختك الان، هتقول she is ill، هي مريضة. قالت لها هل عندها الفلو الانفلونزا، قالت لها yes you are right على طول. طيب نيجي بقى للاختيارات. عندي هنا do you go to a cafe، يبقى هو ولا what ولا how ولا how many، هتبقى how do you go to the cafe، كيف تذهب الى الكافيه. بعد كده I take medicine not a day، two ولا twice ولا two ولا two، هتبقى twice طبعا مرتين. بعد كده do you not bread، طبعا big bread يخبز الخبز. it's not to rain، الله ده انا عندي is و to يبقى going على طول، ان يعني بيبقى قبلها verb to be وبعدها to المصدر. your brother very you very much، اخوك ايه loves you، بيحبك. لما خدنا الموضوع بتاع البنت البيست. بعد كده how often نقعد she read a newspaper، انا عندي شي وعندي how often بيج وراها يدو يا does، عندي شي بتحب الايه الدز. in the park children not birds، بيعملوا ايه للطيور، يبقى feed يطعمهم. she not a newspaper once a month، هي بتقرا الجريده مره في الاسبوع، يبقى she reads. تمام. طيب عندي بعد كده الكلمه المختلفه April May June Sunday، طبعا هنطلع كلمه Sunday لانها يوم ودول شهور، فممكن مثلا نحط March اللي هو مارس، اي بتاع ده اي شهر انت حافظه اكتبه، ادي جولاي انا بكتب لك السهلين. تمام. طيب English Math Underground Arabic، يبقى Underground لان كلهم مواد دراسية، اسهل مادة دراسية هنكتبها هي الارت الرسم ART. تمام. Hot Cold Warm Start، طبعا كلهم صفات ما عدا Start يبدأ، انا هحط صفة. يا نهار ابيض على الصفات اللي عندنا، عندي Tall و Nice و Good و Short، اي صفات انت عارفها اكتبها. ممكن تكتب اتنين في الاجابة مش واحدة، بحيث مثلا لو انت مش متأكد من الكلمة دي تبقى الكلمة التانية. بعد كده بلين وباص وبايك وثري، عندي طيارة واتوبيس وعجلة ورقم تلاتة، يبقى طبعا رقم تلاتة ونكتب احنا عربية كار، اتوبيس بتاع ده مثلا تاكسي، اتوبيس بس مكتوبة تاكسي. تمام. طيب سوب بريد ميت باي، الشوربة والخبز واللحمة والفطيرة. هنا ممكن يكون لها حلين، ان انا اطلع الباي الفطيرة لان كلهم حاجات بتتاكل، وممكن اطلع السوب لانهم حاجات بتتاكل ودي بتتشرب. طب دي ممكن اطلع الباي ليه، لان هي حلويات ودول كلهم اكل، فالاتنين صح. تمام. بس الافضل ان احنا هنسيب سوب وايه يعني نطلع سوب ونسيب مين باي. فممكن نحط مثلا فيش لو على اساس ان الحاجات دي كلها بتتاكل. طب لو طلعت باي وسبت دول اجيب اي حاجة تاني. تمام. برضو فيش اي حاجة ما فيش مشكلة. طيب تعالوا بقى نشوف الايه القطعة. هنا بيقول there is a boy in our class at school his name is علي he follows us all the time and always bothers us he takes our things without asking our teachers told us to be patient it's not fair we hate boys like him we should be honest and fair. علي is a not boy، علي ده ولد ايه، يبقى bad boy ولد وحش. تمام. طيب it's not for the class to be patient، it's fair ولا not fair ولا nice ولا good، it's not fair، ليس من العدل. تمام. اهو هو قال it's not fair. what is the name of the boy، اسم الولد هنقول he او his name is علي، ولو كتبت علي بس صح، بس انا بديك الاجابة النموذجية. how should we be، احنا المفروض لازم نكون ايه، قالك هنا we should be honest and fair، ودي هكتبها في رقم 4. تمام. طيب نيجي للايميل، برضو الايميل هنا عايزك تكتب بيقولك she has the flu، اختي عندها انفلونزا وفي المستشفى، برضو ده باراجراف حلو وان شاء الله هكتبه معاكم. طيب تعالوا بقى نحل هنا عن الترتيب visited library yesterday we والكسندريا، هنبدأ طبعا بوي وي ايه visited، احنا زرنا الكسندريا library yesterday. تمام. طيب هنا often ويو وهاو وريد ونيوز بيبر ودو، هتبقى هاو often do you read a newspaper، بنحط علامة الاستفهام.
علي's family lives in Cairo near the zoo. عندي علي تمام والابوستروفي اس وليفز ان كايرو القاهره تمام وفي الاخر هنحط نقطه. where did you go last friday علي هتبقى where وعندي كلمه فرايدي وعلي معموله في الاخر برضو هنحط علامه الاستفهام زي ما هو حاططها تمام. بس كده سنه سته اديني حليت معاكم الثلاث اسئله ان شاء الله مش هيطلع منهم الامتحان. باقي المذكره باذن الله هنزلها لكم بس انا بس يعني سايباكم انتوا متاخر شويه لان سنه سته زي تلت اعدادي هتمتحنوا اخر ناس ف لسه قدامنا وقت يعني بس ان شاء الله يومين كده وانزل لكم حل المراجعه المذكره دي كلها ان شاء الله تمام. خلص الفيديو بتاعنا. لو عايزين بقى اي حاجه اكتب لي في الكومنتات وارجو ان انتوا تهتموا بالموضوع الموضوعات المهمه اللي انا نزلتها لكم على القناه اهتموا بيها واسمعوا الفيديو وركزوا في التركات اللي انا قلت عليها واكتب ورايا لان انا كاتبه لك جمل سهله جدا جدا وبسيطه عشان تضمن درجه الايميل ده او الباراجراف اللي هيجي لك بس هو اكيد يعني هيبقى ايميل تمام. بس خلص الفيديو بتاعنا. لو عايزين اي حاجه اكتب لي في الكومنتات واشوفكم على خير في فيديو جديد واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.